اوكي، انا هلا حاليا عم بلعب بمود جديد للعبة ريزيدنت ايفل ريميك 3. طبعا انا اول مرة بلعب اللعبة ما لعبتها بفور صدورها لاني كان عندي شوية مشاغل للاسف، لكن حبيت العبها بالمود الجديد. اذا كان في عندكم مودات تانية بتحبوا اني اجرب لكم اياها يا ريت تكتبوا لي بالتعليقات، واذا كنتوا بتحبوا اني استمر بتكملة اللعبة ولعب اللعبة يا ريت تكتبوا لي كمان بالتعليقات مشان نستمر. اوه تلفزيون، لكن الشانل متسكرة. نشوف مود الي، هذا هو الظل تبعها، شكله متغير. انا لعبت بالبداية اللعبة بأول فترة فيها لعبتها جربتها بجيل، ما كنت حاطط مود الي، بعدين نزلت مود الي قلت اغير شكل يعني شوي. واو لعبة رعب، هو عم تتحول لزومبي يا إلهي. فيني اتخطاها؟ اوكي فيني اتخطاها. طبعا هي بحلم من 28 29 30 سبتمبر الشهر التاسع. الجرافيك رائع يا جماعة، الريميك اللي عملته الشركة كابكوم جدا ضخم. من التحية. اوكي الحمد لله غرفتي ارطب من غرفته. وانا اللي بقول الغرفة عندي قايمة قاعدة. راكون سيتي، اي شركة امبريلا. اوكي ما علينا، كل هذا ما بدنا اياه، خلينا نبلش بالشغل. شغل ضو. طبعا معظمكم بيعرف إلي بلاست اوف اس الجزء الاول والجزء الثاني، مسكينة محطوطة بافلام الرعب والعاب الرعب حصرا، هذا نصيبه. طبعا في فيلم اجزاء لريزيدنت ايفل راح ينزلوا على نتفليكس، في فيلم قادم مسلسل قادم ريزيدنت ايفل، طبعا نفس شخصيات الالعاب موجودين، راح يكون سي جي اي. كان بدي افتح البراد شوف شو في جواته، لكن التليفون عم برد. خلينا نرد. Hello? Jill, are you okay? Brad, is that you? Listen, you gotta براد. get out of there. What are you talking about? I don't have time to explain. You gotta get out of there. طبعا انا مع افلام الرعب العاب الرعب كتير، يعفو الله. عندي ردة فعل حقيرة. يعفو الله رفسه مثل الطابة. كم رصاصة هذا لازم تضربه ليموت؟ حتى لو ضربته على الراس ما بيموت. ضربته 3 رصاصات على راسه ما مات. يا حبيبي هذا ما في شيء بوقف بوشه. شو هاد؟ شو هاد المخلوق اللي ساووه؟ بنفسنا احسن شيء. اكره ما علي انا بالعاب الرعب حدا يلحقني يا جماعه. اوكي شله المخلوقه لسه منيحه بتلحق حالها. شو هذا اللي طلع من ايده؟ طلع من ايده شيء، يعفو الله. خلينا ننجو بنفسنا، بنهرب.
يلا. ايه يلا يعفو الله، ما بوقف بوشه شي هذا ابدا. طب يعصر له دماغه ويخلصنا من القصه. قتل حاله هدم المدينه. عم يتفنن فيها للمخلوقة تفنن. يا رب. يا رب نصرك. والله مش عايز اموت. مش عايز اموت يا جماعة. ارحموني. التكستور وتفاصيل اللعبة كتير حلوة. طبعا الريميك رائع جدا جدا جدا. Damn if I know. But right now it's got a hard on for the only two stars left in town. Go fast! I don't know. One fucked up thing always leads to another. It's like Arclay on steroids. يلا. استعجليلك شوي. Hey! Hey, wait! Down here! Oh, Iron. Damn it! We gotta be dreaming. How could this many people be infected? Brad! Here they come! الأفلام وألعاب الرعب الحالية كلها مقتبسة بهاللعبة بالذات. لعبة جدا قديمة يا جماعة. بذكر أول ما جبت أنا جهاز كمبيوتر لعبتها كان الجرافيك بهذاك الوقت كان فظيع. لك روحي اتركيه رح يتحول خالص، ما بقى ما عاد في منه امل. بس الغريب باللعبة اني هي نفسها بتاكل عض وقتل وضرب ما بتتحول. اوه سلاح. لا يا عمي دخيلة، خليني اهرب اذا كان في مجال للهروب. حل عني. كم رصاصة معي؟ 5 رصاصات. بدك ياني روح 5 رصاصات عليك؟ من وين نزلت هاي؟ طبعا انا لعبت الي لعبت الجزء الاول ولعبت الجزء الثاني، لكن الجزء الثاني ما كتير حسيته مكرر نوعا ما. حتى حسيت قصته مكررة، ما في شيء يعني قصته ما حبيتها. وخصوصي موضوع الشذوذ الجنسي بالجزء الثاني ما حبيته، حسيته دحشه يعني بالموضوع. بدك تطلع؟ وين رايح انت؟ عبد الله تطلع مع الهليكوبتر. والله معك حق، والله صدقني معك حق، انت اكثر محل امن فيه هو هذا المحل. والله برايي انا ضل هون. شو هاد؟ قولك مرجل علي كلب. يا حرام هذاك المسكين. اوكي خلينا نطلع. الله لا يحط حدا بهيك موقف. تمر من تحت الزومبي. يا عفو الله. شو عم بصير معه هذا؟ اوكي تشيك فيكلز. حتى البواب متحول. اوكي يا رب. لا اوعى. ارجع 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 ارجعي 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 مسكك. لا لا الا عن ابو اللي نفضك. الا عن ابو اللي نفضك دمرني. لا والمشكلة يعني ما في مجال لتحسن تهرب منهم، خلاص بيمسكوك بيعضوك يعني بيعضوك.
طيب شو مشان هي ما بتتحول يعني ما دام عضك خلص يعني لازم تنتهى اللعبة يعني شو مشان؟ اوكي والله الطيارة شكلها بدها تروح يعفو الله توقعت يا حرام يا إيلي إيلي جويل يا حبيبي هذا شلون نخلص منه حاسسه أقوى من هالك يعني ضروري تحطونا بهيك موقف رعب لعبة رعب بامتياز والله وقف السيارة بأرضها كل هادو لسه ما خلع على رقبته يعفو الله نزلت فوقه صار معها شلل العشاري شلل رباعي يخرب بيتك اذا بتموت اروح فين طيب والله الي مساوين الي نظامي يعني بشكل نظامي مساوينا اوه مسك الصاروخ زي هالك مثل ما قلت لكم مثل هالك يخرب بيتك لازم تفقع لازم تنفجر لازم تتنتف صاروخ ار بي جي هذا فجر دبابه يا الله يلا يا كارلوس يلا خذ إلي معك Okay. I think we're in the clear. Hope so. We've been bringing survivors here. أنا ما لعبت الريماستر. شفت لقطات منه بس لكن ما حبيت أحرق القصة ردت ألعبها لحالي أنا. I'm fine. قلت ردت أشارككم ردة فعلي أنا. Oh come on. يا ريت لو في عندكم مود او شيء تقترحوه علي راح اشوف تعليقاتكم Nothing. Never seen anything like it. But it's no zombie. It knows what it wants and won't stop till it gets it. Don't you like that in a man? No thanks. He's all yours. Ellie. Nizami. I promise you're in good hands. I'm with the Umbrella Biohazard Countermeasure Service. UCS are short. Are you kidding me? Are you fucking kidding me? You guys are the ones who caused all of this. Whoa, 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 whoa. What are you talking about? Look, you don't have to trust me, but I'm going to the shelter. You coming? Yalla. Come on, it's this way. Ooh. ذكرتني بلعبة World War Z. بيكون في قطار لازم تحط فيه ذخيرة وتحمي العالم. Captain, this fine young lady could use our help. Ooh. شايفوا هذا بلفت ورديت كأني. You didn't even think to ask fine young lady. روسي. أعطينا الإنفور اللي معك. She is an elite operative of RPD Special Tactics and Rescue Service. Special Tactics. بالقوات التكتيكية. Valentine. It's Jill. الخاصة في الإنقاذ RPG اسمه. I am UBCS Platoon Leader Mikhail Viktor. USBS. قوات الحماية الخاصة أو شيء. منصاب. Right. How's that going for you? The city is completely cut off, isolated. المدينة كلها تنضربت ما بقي محل. Most of the 100,000 civilians
معظم المدنيين يا ماتوا يا ما تحولوا لأموات أحياء زومبيز وفي منهم هربوا يعني. Just keeping them alive is more than I can manage. Well, you can thank your corporate overlords for that. Yes. Well, we are doing all we can. If we can get this subway train moving, we can evacuate some survivors. Okay, لازم ينقذونا دول. خلاص فهمنا القصة. لازم ينقذوا survivors. أعطيني الـ MP4 اللي معك. Need to get you geared up. الـ MP4 اللي معك أعطيني. You'll find supplies there. All right. Gunpowder. Okay, في survival zone في هالقطار. لازم نحرك القطار من محله. على الأغلب معظمكم شايف اللعبة وبيعرفها. لكن أنا على جميع الأحوال شارككم المود تبع إلي. في حال عجبكم وعجبكم مود تاني حبيتوا جرب لكم إياه. Working on it. بنجربه. 5 رصاصات بس يا جماعة، شو بدي سايب 5 رصاصات؟ اوه، ايه بعرفها من Resident Evil 2. Resident Evil 2 دوختني يا جماعة والله العظيم. كمية الالغاز اللي فيها كتير كبيرة. كل حال، اوه هي مقفلة. تليفون. اوكي هذا بازل. رايت. مين هذول؟ كل حال خلينا نعمل كومباين بالاغراض اللي معنا. كومباين كومباين، ما راح نعمل كومباين. اوكي كومباين رصاص، لازم يكون معي هلا صار اكثر من رصاصه. نشوف. اوكي صار معي 15 رصاصة كويس. انتي خليكي هون معناتها او اتركها اتركها اتركها. تلزمنا. نعمل سيف. واحلى سيف. مشان نعرف كيف بدنا نبلش. عفو الله يا جماعة. لا هذول ما بنخلص منهم. بده يحاول هو يهجم، بده يحاول هو يهجم علي. ده انا بكرهك. والله عجب. نقتله ولا شو الوضع؟ ما بعرف اذا كان لازم نقتله ولا لا، بس في واحد هون شكله. اوكي شكله في واحد هون. ما رحنا اثنين مش واحد بس. موت يا عمي. حل عني. بضل بضربك من هون لبكره ما بنخلص. ليش معي رصاص؟ اوكي. يا جماعه من رعبه. ما عم بعرف شو بدي ساوي. يخرب بيتك. صار حالك ميت ما هيك؟ إن كنتي مرة تعي مسكيني. هو ممكن تمسكني. خليني عفو الله. خرب بيته خرب بيته. كان توقعت هدول يشيلوا السور يا حبيبي. أهلا وسهلا. ما فينا نتخطاهم ابدا. خليني اقربه مشان اضرب البرميل. اهلا وسهلا. على كل حال بدي احاول اهرب لجوا. شلون بدنا نهرب لجوا؟
15 رصاصة معي. ما رح احسب بهالسهولة ادخل لجوا. اوكي. حبيبي. نحسن نطلع لفوق. اوكي بنحسن. خليني اطلع لهون احسن. كومباين. ليش ما بحسن معي كومباين معك؟ معقول يعني؟ معقول هالحكي؟ انا متأكد اني هذا عايش. توقعت. يلا شو صار معي انا هلا هون؟ اوكي. خلينا ننزل هاد. ما بحسن بطلع من هون. لا ما بحسن. اوكي. يا الله شو في هون؟ يا ساتر يا ساتر. ما بعيش هذا هيك ما هيك. اوكي لازم نفتح الخزينة. البودرة السوداء لازم نضمناها مع بعض. له راسه نصين. اوكي ان شاء الله بعرف، ان شاء الله اكون عم بعرف حالي انا وين رايح. يا حبيبي وين انا صرت؟ حاسس حالي رحت بالطريق الغلط. هذا عجب بيطلع لعندي لفوق. نرتكب مجزرة حتى نتأكد منه إذا مات ولا لا. يعني في منا ما بموت بسرعة. اوكي. هذا قلبي ما أنا مطمن قلبي لهاد. اوكي. خلينا نخلص منه أحسن. إن شاء الله ما يحس علي. خلينا نخلص منهم بالمرة. في شي هون لازم ساوي؟ آه اوكي. يخرب بيتك. يخرب بيتك. كم رصاصة لازم اضربك؟ لعن ابو شرفك. عم ما بموتوا هدول. ما بموتوا. تعال هون. يا رب تكون ماتت بقى. هلا هيك تمام. شو كان في هون بوقتها؟
تعالوا لهون، تعالوا 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 تعال تعال انت وياه. لا مقفل، ان شاء الله يكون هذا ميت. هو هذا احترق ما هيك؟ تمام. اوه رصاص. ناخذ بنحسن عليه، توكل على الله. اوكي وين صرت انا هلا هون؟ اوكي مقفل. اوه محل التسييف، تمام. خلينا نعمل سيفينج كومباين. اوكي ما راح نحسن عليك، خلينا ناخذ هذا. ما عادت توسع. اوكي هاي ما بدي اياها. ستور هاي ما بدي اياها. ستور 36 رصاصة كمان، هاي ما بدي اياها. ستور هاي 36 رصاصة، خلينا ناخذ هاي. سبيس. اوه الجوهرة الحمراء، حلو. ريد جيول، خلينا نخزنها، ما اظن هلا راح احتاجها، راح نحتاجك بعدين طبعا. نعمل سيف يا جماعة. خلينا نعمل في غير محل. اوكي نكمل اللعب. ما في شيء ونحن ما اخذنا. يا اهلا وسهلا. انا هدول نسيانهم. طيب شو الحل برايكم؟ يا اما لازم نقتلهم واحد واحد. روح 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 روح. احسن تدخل لجوا. كأنك رجال ادخل. لا بمزح يعني، انا ما تدخل بس يعني. يا اخي كم رصاصة بدك على راسك؟ والله قالوا لنا بالافلام اني يخرب بيتك، توقعتك تفتعيش. ما بموت ما بموت بسرعة. المسكينة هي اللي كانوا عم ياكلوها. اوكي هلا هاي معلش بتركها شوي، ما مأثر علي كثير انا. اوه انا في شيء كان لازم ساويه هون. اوكي هن كانوا بدهم يعني يطفي الحريق اللي هون صح؟ اوكي بحسن برجع بطلع من هون عادي. فتحنا طريق لنا حلو، وهو المطلوب. ان شاء الله ما حدا يرجع يضل عايش. هلا هون لا انا كاني رجعت لها هي. وين لازم اروح انا هلا؟ بتضيع بهالمنطقة، بتضيع بتضيع نظامي. يخرب بيتك والله قتلتك والله العظيم. لك شو لازم ساوي فيك لحتى تضل ميت؟ ها
حرام عليك يا زلمة. اوكي. هذا المحل ما جينا عليه نحن. يا ساتر يا رب. خلينا نتأكد منه اني تمات. كولا. اوكي. اوعى. اوعى. خرب بيتك شلون تمشي. عم يضربوا هذا ما بموت طاولة هذا العادة. والله ماني تركك لحتى اتأكد من نيتك متل. مجزرة. لازم ترتكب مجزرة حتى تحسن تتأكد اني اذا مات ولا لا. فاير هاوس. اوه هذا هو. تمام. تمام. ما في حدا هونيك ما؟ حلو. حلو. قنبلة. مقفول. طيب. ما فيني اعمل سيف. بكل حال. اوكي هلا لازم كمان ما فيني افتحه. معظم الاشياء مغلقة يا جماعة. طيب وبعدين يعني كل شيء مغلق. تعا حلها اذا بتحلها. بعوجته بعوجي. ان شاء الله يكونوا ميتين. حاجتي. خليني اعمل سيف. سيف ضروري يا جماعة. شو في عندنا هون بالصندوق؟ ايه ما اظن انا بحاجة لها. full healthy. اوكي طيب هاي. blend different herbs full healthy. خلينا نشيلها هاي لاني عندي انا وحدة هلا حاليا. الباودر قنبلة بدي اياهم هذول. هذول بدي اياهم. اوكي. نستمر. يا مسكينة. سوبر شوب. اوكي ما بظن انا في شيء هون بدي اياه. يخرب بيتك خليني روح بحالي احسن لي. نعمل يضربه. منين طلع لي هاد؟ اوكي. الحمد لله. هاي وفقه. جلطني. جلطني جلط يا جماعة. اوه كتير كويس. كتير كويس هذا اللي بدنا اياه. وهو المطلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. مين في هون يا الله؟ نشوف شو في نستخدمه لهذا. هذا ما بيصير. شيت. شبه حالته الصحية ما كويسة يعني. اوكي ما في معي عشب انا هون. تيك اوت. خليني استخدمه. خلينا نعمل سيف تكون بكامل صحتها. حلو. طيب هلا يعني طيب شو فينا نساوي هون؟ الله يستر.
الله يستر الله يستر. منصاب اوعى نحن عنا دائما قواعد، المنصاب ما تقربي عليه، سلاحك لازم دائما يكون. والله برافو عليك انت بلا رحمة. طرش له دمه طرش. There's your sense of self-preservation. بلا ممكن يتحول يعني، لا تكوني رحيمة انت كتير. لازم يكون في قواعد بقى يعني. ما بقي شيء بسنة 2020 ما صار يعني، ممكن يكون الزومبي على الطريق، فلازم نتعلم من هالأفلام. دائما لازم يكون سلاحك ملود، بعد عن الانفكتد والعالم المشكوك فيهم. لازم تخزن اكل. يا بسم الله. بس ما يكون هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله ما يطلع متحول. اوكي ما في شيء هون اخذه يعني هلا هون. أنا جيت من هون صح؟ أوكي. منطقة شوي بتدوخ. أوكي لازم نروح على المدينة المضيئة. يا بسم الله! انتصرت عليكم يعني. هلا هدول بدي يوقعوا السور علي مثلا. الله يستر الله يستر يا جماعة. ما في نطلع فوق السيارة. أخيرا محل ندخل عليه. الله يستر. يا أهلا وسهلا، شرفتينا. طب ليش لا يتسكر الباب يعني؟ لا اطلع لفوق على السريع. يا حبيبي طالعين على الدرج يا جماعة. هنن تحت. اوكي خلينا نعمل. واخيرا واخيرا. وينك انت من زمان؟ طيب كومباين. لا خلينا نرجع كومباين. انا حسنا نعمل كومباين. شيت نشيلك انتي، ما لازم تينا هلا. خلي معنا هاد هالاسمه. كده نعمل سيف. نعمل سيف جديد، ما بتعرف شو بصير معنا بعدين، كنا نسيانين شي. هاي الكنترولز، شو مشان الكنترولز ما شغالات يعني؟ اوكي يا حبيبي على الريحة النتنة.
اوكي مين في هون؟ عفو الله في واحد. في حال ردتوا كمل ان شاء الله او ردتوا اي مود جديد ان شاء الله راح اكمل لكم اياه. طب يشرفوا على هالمدينه قنبله نوويه ويخلصونا. ايش معه هذا؟ يا رب ما يعيش. يا عفو الله شو هذا اللي طلع من جواته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي شد. انا ما معي. كم اون مان كم اون مان. زام ان شاء الله يكون في شيء كويس جواتك. اوه شو هي؟ اوه يس يس هذا المطلوب. يسي يسي. طبعا انا لازم افتح القفل هون بس خليني اعمل سيف وبشوفكم ان شاء الله بالجزء القادم. في حال حبيتوا اني اعمل مود جديد او انا اذا شفت مود جديد ان شاء الله بنلعب بمود جديد او بنكمل على مود ايلي نفسه. اوكي يا جماعه الى لقاء قادم ان شاء الله.